وفي ملف ذي صلة بالوضع الاقتصادي العراقي، أعلنت إدارة سد دوكان انخفاض مناسيب المياه في السد لأسباب قلة الأمطار. وقال كوجر جمال مدير السد أن الأمطار التي هطلت في قضاء دوكان خلال العام الحالي بلغت 300 ملم، وهو نصف كميات الأمطار التي هطلت بالمقارنة مع العام الماضي، ما تسبب بانخفاض منسوب المياه في دوكان نحو 4 أمتار. أضاف أن وحدة توليد كهرباء واحدة تعمل في السد بالوقت الحالي، وأن الغرض من ذلك هو لخزن المياه، منوها إلى أن نحو 115 متر مكعب من المياه تدخل إلى السد، فيما يتم إطلاق 70 منها في الثانية، مشيرا إلى أن احتمال حدوث الجفاف سيولد مخاطر على السد.